في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كشف عن تدمير أكثر من 45 من الوحدات السكنية أو 45% من الوحدات السكنية في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الغاشم المتعمد. تفاصيل أكثر عن حجم الدمار السكني والقطاعات المستهدفة داخل القطاع، كمان صعوبة إعمار غزة مستقبلا، نتعرف عليها من الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني اللي مشرفنا على الهواء. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. يعني بداية تقييم حضرتك لنسبة التدمير اللي طالت المباني السكنية، تقرير الأمم المتحدة بيتحدث عن حوالي 45%، هل هي نسبة صحيحة ولا حضرتك بتقيم الأمر بأكثر من ذلك كمان؟ هو لازم نعرف أن اللي حصل في غزة أسوأ مما نتخيل وأسوأ من التقارير وأسوأ من هذه الأرقام، لأن في الأول إحنا مش بنتكلم بس على الوحدات السكنية اللي تم تدميرها بنسبة لا تقل عن 75%، دي أول نقطة. تاني حاجة إن أهم من تدمير الوحدات السكنية هو تدمير البنية الأساسية لغزة، بمعنى إن تم تدمير الطرق اللي هي بتنقل محور الحركة اللي بينقل من مكان لمكان، الطرق اتدمرت. تاني حاجة البنية الأساسية كمان اتدمرت، شبكات الصرف الصحي وشبكات المية الصالحة للشرب وشبكات الكهرباء والغاز، كل ده اتدمر. ايضا الخدمات العامه، المستشفيات اللي اتضربت زي مستشفى الشفاء وغيرها وغيرها، وكل المراكز الخدميه اللي بتخدم المواطنين. احنا النهارده امام معضله تمت وحشيه تامه وباجرام شديد، ان تم تدمير البنيه الاساسيه، تم تدمير الخدمات العامه، في الاخر تم تدمير الوحدات السكنيه. النهارده عشان نعمل اعاده اعمار لهذه المناطق لازم نبدا بالبنيه الاساسيه والطرق وبعد كده الوحدات السكنيه، وده هيستغرق وقت طويل في الاول عشان ازاله التراكمات والحاجات المهدوده. مجرد الازاله للاعداد لعمل شبكات البنيه الاساسيه وشبكات الطرق ده هياخد وقت طويل. الموضوع ده مش هياخد اقل من 6 شهور لو التمويل موجود ولو العماله والمعدات موجوده. طيب اعتقد دي ليست اول مره يتم الهجوم على غزه بهذا الشكل، ولكن طبعا المره دي اكثر فظاعه. عايز اعرف ونقارن كده مع حضرتك، هل نسبه الدمار اللي موجوده في غزه المره دي هي الاكثر على الاطلاق منذ بدايه الهجوم على غزه على مدار السنوات اللي فاتت؟ فعلا زي ما بتقولي حضرتك، الهجوم هذه المره كان بوحشيه شديده، وكان رد فعل، وبالتالي كان تاثيره على المباني وعلى البنيه الاساسيه وعلى الطرق تاثير شديد، لان تم التدمير سواء بضرب الطيران او بالصواريخ او بمعدات ثقيله. ده مش بس يؤدي الى تدمير الطرق، ده بيؤدي الى تدمير الطبقات اللي هي بنعملها عشان نعمل الطرق. يعني احنا بنجهز في الاول عشان نعمل الطرق طبقات متعدده، وبعد كده بنعمل الطرق. كل ده تم تدميره بوحشيه مطلقه واكثر من المرات السابقه، وهياخد وقت اطول بكثير من المرات السابقه. بعض المراقبين دكتور سيف بيقولوا انه ما حدث غير وجه غزه، يعني تدمير غير ملامح غزه من حيث البنى التحتيه، من حيث المنشات وغيره. وحضرتك استاذ في التخطيط العمراني، هل احنا محتاجين اعاده تخطيط مره اخرى بعد انتهاء الحرب لقطاع غزه؟ بالتاكيد احنا محتاجين اعاده تخطيط، بس ده هياخد وقت اطول من ان انا لو عندي مدينه جديده بعملها ده بياخد وقت. لا، ده انا في الاول عايز ازاله اثار العدوان، ازاله اثار التدمير دي عشان بعد كده ابدا، لان من المحتمل ان هو يكون في عده قذائف او عده الغام او يعني هتنفجر كمان بعد فتره، لان ممكن تكون نزلت وما انفجرتش، فهتنفجر اثناء الاعداد. فحتى الاعداد بالطرق وبالبنية الأساسية ده محتاج كفاءات ومحتاج معدات على كفاءة عالية قوي، والتكلفة هتبقى عالية
والمدة هتبقى طويلة جدا. طيب احنا شفنا مع بعض محو كامل لأحياء سكنية بحالها، مستشفيات، مدارس، دور عبادة، مخابز، وكل يعني من يستطيع أن يقدم خدمة. احنا شايفين أنه بعد محي أحياء سكنية بحالها، ماذا تستطيع جهود لإعادة غزة بعد انتهاء الحرب؟ نقدر نعيد بنائها تاني، ولا احنا بنتكلم عن الأحياء اللي تم محوها دي هنتجاوز عنها ونعيد التخطيط بشكل كامل؟ لا طبعا كل ده ان شاء الله ممكن اعاده اعماره مره اخرى، ولازم نرجع بالذاكره الثانيه برضه نفس العدو الصهيوني ده لما ضرب لنا في 67 لو نفتكر مدن القناه السويس واسماعيليه وبورسعيد، وتم تدميرهم، وضرب لنا قبل كده برضه بحر البقر ومصنع ابو زعبل. يبقى دي مش سابقة أولى، ده تاريخ، إحنا تاريخنا معهم هو التدمير. ياما مصر اتدمر فيها مناطق ورجعت تم إعمارها تاني. بس أنا دايما بركز على نقطة مهمة جدا، هي المشكلة مش في الطرق ولا في البنية الأساسية ولا في الخدمات ولا في المساكن اللي ممكن نعيدها بإذن الله تاني، هي المشكلة في الإنسان، الإنسان الغزاوي، الإنسان الفلسطيني اللي تم يعني أولاده اتيتموا ومراته اترملت. كل الكيان البشري ده اللي هو اتدمر محتاجين دكاترة نفسانيين كتير قوي يقعدوا معاهم عشان إعادة تكوينهم مرة أخرى، لأن حصل تدمير نفسي لمجموعة من البشر صعب تمحوه السنين. أكيد أكيد صحيح. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني على كل هذه المعلومات. وفعلا يعني في كل حرب من الحروب السابقة اللي تم أو شنت على غزة كان يتم الدعوة لمؤتمرات لإعمار غزة، كان في دور مصري مهم جدا. ما ننساش في حرب 2021 تعهد الدولة المصرية بحوالي 500 مليون دولار لإعادة إحياء وإعمار غزة من جديد، والرهان زي ما قال دكتور سيف على المواطن الغزاوي نفسه أنه يقيم القطاع مرة أخرى بشكل مختلف.